على صعيد آخر، ترأس غبطة البطريرك بير باتيس سابت سبالا بطريرك القدس للاتين قداسا إلهيا بمناسبة قرب انتهاء خدمة سيادة المطران ويليام الشوملي في الأردن وانتقاله إلى مقر البطريركية في القدس. وقد شارك في القداس البطريرك فؤاد طوال والمطران سليم الصايغ والقائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور ماورو لالي ولفيف من كهنة البطريركية اللاتينية والشمامسة والراهبات. وألقى المطران الشوملي كلمة شكر فيها الحضور وقال: نحن سنبقى أسرة واحدة سواء خدمنا في الأردن أو فلسطين أو الجليل، وسنبقى أسرة واحدة وجسدا واحدا رأسه المسيح سواء خدمنا في الأردن أو فلسطين أو الجليل. لنعرج قليلا على كلام الله لنا في هذا اليوم. في الرسالة الأولى يخاطب بولس تلميذه تيموتاوس بكلام قوي وصريح، يقول له بل يقول لكل واحد منا: أيها الحبيب، كن قدوة للمؤمنين بالكلام والسيرة والمحبة والإيمان والعفاف. نعم إخوتي، نحن الأساقفة والكهنة والشمامسة والشضايقة نبشر مؤمنين بقدوتنا أكثر من كلامنا، وبسيرتنا ومحبتنا وإيماننا وعفتنا أكثر من وعظنا وتعليمنا. لكن ذلك لا يقلل من قيمة الوعظ والتعليم. لذا يواصل القديس بولس موصياً تلميذه: واظب على القراءة والتعليم. ويكرر نفس الكلام في موضع لاحق من الرسالة: انتبه لنفسك ولتعليمك وواظب على ذلك، فإنك إن فعلت خلصت نفسك والذين يستمعون إليك. وقبل ختام القداس الإلهي، ألقى البطريرك بيتسبالا كلمة مقتضبة شكر فيها المطران الشوملي الذي وضع نفسه في خدمة كنيسة القدس أينما دعت الحاجة. كما ألقى الأب حنا كلداني كلمة أشار فيها إلى صفتين رئيسيتين تحلى بهما المطران الشوملي، هما الصدق والبساطة.